الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، مش مهم نقول مين الاول، المهم ان هما بيجمعوا الشعب المصري كله على حالة عشق، وكل مشجع بيشوف الحالة دي بطريقته الخاصة. النهاردة حلقة مختلفة هنتمشى فيها حوالين نادي الاهلي ونادي الزمالك، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا اول باول، ويلا بينا بسرعة نبدأ رحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من شارع الجبلية اللي فيه النادي الأهلي. وقبل ما حد يقول اشمعنى بدأت بالنادي الأهلي، أنا بدأت بس للأقدمية، لأن النادي الأهلي هو اللي أنشئ الأول سنة 1907 وكان نادي الزمالك سنة 1911. يمكن ظهرت بالنسبة لكم صورة أهي وبتجمع كل رؤساء النادي الأهلي عبر العصور. كان أولهم ميتشل أنس، وبعدين عزيز عزت، وبعدين عبد الخالق ثروت، وبعديه جعفر والي باشا، وأحمد حسنين باشا، وأحمد عبود باشا، وصلاح الدين الدسوقي، وفريق مرتجي، والدكتور إبراهيم الوكيل، وعبده صالح الوحش، وصالح سليم، وحسن حمدي، والمهندس محمود طاهر، وأخيرا الكابتن محمود الخطيب، وهو اللي بيقود النادي الأهلي لغاية دلوقتي. دلوقتي كده دخلنا خلاص كده المبنى اللي كان على شمالنا ده، هو مبنى اتحاد كرة القدم المصري، وبعديه مباشرة سور النادي الأهلي. الصورة اللي قدامنا دي صورة عمر لطفي بيك مؤسس النادي الأهلي. وفكرة تأسيس النادي الأهلي اتولدت في ذهن عمر لطفي بيك وهو كان رئيس نادي طلبة المدارس العليا، وكان النادي ده نادي سياسي بس، وشاف ان الطلبة محتاجين نادي رياضي لتمضية وقت الفراغ وممارسة الرياضة، وكان اول اللي اقترح تسميته بالنادي الأهلي هو أمين سامي باشا، وتسمى بالنادي الأهلي لأنه نشأ لخدمة طلبة المدارس العليا واللي كانت دعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، وتسمى كده عشان الكلمة فيها صفة الوطنية. وكان أول رئيس للنادي الأهلي هو ميتشل أنس الإنجليزي، وده عشان يستفيدوا من نفوذ ولادة سلطات الاحتلال عشان يسهل لهم عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادي الأهلي. لسه احنا ماشيين جنب سور النادي الأهلي في شارع الجبلية، والشارع اللي هنخش فيه شمال دلوقتي حالا هو شارع مختار التتش. طبعا هو مختار التتش غني عن التعريف، وهو اللي على اسمه الاستاد الرئيسي للنادي الاهلي. هو اسمه محمود مختار رفاعي، وهو شهير بمختار التتش، وكان كابتن منتخب مصر لكرة القدم، وطبعا لاعب في النادي الاهلي، وبيرجع لقب مختار التتش للورد لويد المندوب السامي البريطاني في مصر. وكلمة التتشي بتطلق على لاعب السيرك الصغير الحجم السريع الحركة. احنا لسه ماشيين حوالين سور النادي الاهلي، ويمكن المبنى اللي على يمينا دلوقتي هو دار الاوبرا المصريه. اللون الاحمر لون فانيله الاهلي المميزه جه من لون العلم المصري، لانه كان ساعتها العلم احمر وهو العلم العثماني في فتره حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، واللون الابيض هو لون الشورت كان لون الهلال والنجوم. الارض اللي مبني عليها النادي الاهلي اتسلمها الجيل الاول من ابنائه، ومساحتها كان حوالي 5 فدان. كان سعد زغلول الزعيم الوطني هو أول رئيس لأول جمعية عمومية للنادي، وكان وزير المعارف ساعتها، وكان حفل افتتاح النادي الأهلي أقيم في 26 فبراير سنة 1909، وكان الافتتاح الرسمي للنادي في المبنى الرئيسي. من أهم كباتن الأهلي عبر التاريخ حسين حجازي ومختار التتش وأحمد فؤاد أنور ورياض شوقي ومصطفى كامل منصور وأحمد مكاوي ورفعت الفناجيلي وطه اسماعيل وصالح سليم ومين الشربيني وغيرهم كتير. شعار النادي الأهلي اتغير كذا مرة منذ إنشاءه، ويمكن قدامنا صورة بتبين شعار النادي الأهلي من سنة 1907 ساعة بناء النادي الأهلي ولغاية دلوقتي. الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده اسمه شارع الأندلس، وطبعا احنا عارفين ان النادي الأهلي موجود في جزيرة الزمالك او في منطقة الزمالك، والشارع الأندلس ده هيخرجنا على شارع الجزيرة اللي بيودينا لمنطقة الزمالك، وطبعا ممكن ندخل منه على شارع البرج. كده مكملين طريقنا بعد ما عدينا خلاص النادي الاهلي، وطبعا يمكن مبين بالنسبه لنا ان المنطقه اللي فيها النادي الاهلي بصراحه منطقه جميله جدا وهاديه ومنطقه راقيه جدا. ويلا بينا بقى نكمل جولتنا النهارده بزياره النادي المنافس للنادي الاهلي، وهو نادي الزمالك المصري، وبرضه من اعرق الانديه المصريه والعربيه. في رحلتنا لنادي الزمالك احنا ماشيين دلوقتي في شارع محور 26 يوليو، وعايزين نقول ان نادي الزمالك اتأسس سنة 1911 وتغير اسمه 4 مرات من ساعة انشاؤه، واللي اسسه صاحب الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي هو كان مستشار قضائي بلجيكي اسمه ميرزباخ. واول اسم للنادي كان قصر النيل بسبب موقعه الاول على ضفة نهر النيل قدام نادي الجزيرة، وكان قريب من سكنات قصر النيل اكبر معسكر للجيش الانجليزي في الشرق الاوسط وافريقيا. ميرزباخ بقى فضل يدور على أرض جديدة أكبر لنادي جديد، وفعلا لقاها وبنى عليها النادي، ودي كانت في شارع 26 يوليو مكان دار القضاء العالي دلوقتي. هنا بقى قرر ميرزباخ تغيير الاسم
لان النادي دلوقتي مش على النيل وسماه نادي المختلط. الاسم ده البعض قال ان النادي كان خليط من العائلات الاجنبية، والبعض التاني قال انه نسبة للمحاكم المختلطة واللي كان ميرزباخ رئيس واحدة منهم. سنة 1913 اتأسس اول فريق قروي للنادي. يمكن حسين حجازي او ابو الكرة المصرية زي ما الناس بيقولوا اتنقل لنادي الزمالك سنة 1919 وقعد معاه 5 سنين حقق خلالهم مجد كروي كبير وصنع شعبية كبيرة جدا لنادي المختلط وقتها، وكان هو اول فتيل الشرار للتنافس الكبير بين الاهلي والمختلط ساعتها، لان حسين حجازي كان بيلعب في النادي الاهلي قبل ما يروح نادي الزمالك. مكملين كده طريقنا حوالين سور نادي الزمالك، ويمكن دخلنا دلوقتي في شارع الشيخ الحصري من شارع محور 26 يوليو حوالين سور نادي الزمالك. ويمكن فرصة ان احنا نتكلم شوية عن الشيخ الحصري، وهو الشيخ محمود خليل الحصري، وهو قارئ قرآن مصري ويعتبر احد اعلام مجال قراءة القرآن في مصر. وطبعا هو عنده مسجد مشهور باسمه في مدينة 6 اكتوبر، ويمكن في مجموعة من المعلومات عن الشيخ محمود خليل الحصري موجودة قدامكم. خلصنا كده شارع الشيخ الحصري وشارع صغير قوي، واحنا ماشيين برضو حوالين سور نادي الزمالك ودخلنا في شارع جامعة الدول العربية الشهير. يمكن عايزين نقول في انه في بداية الاربعينات فاز الزمالك بكأس الملك وبطولة دوري منطقة القاهرة، وسنة 44 استطاع الزمالك انه يفوز على الاهلي 6-0 في نهائي كأس الملك، وقرر بعدها الملك فاروق تغيير اسم النادي لان خلاص الاجانب غدروا النادي ومبقاش لاقي الاسم ده انه يستمر. وكان في رواية بتقول ان تغيير اسم النادي كان مبادرة من مجلس ادارة النادي تقربا للملك. ايا كانت الفكرة فالاسم اتغير للمرة الثالثة، ومع ثورة يوليو سنة 52 اتغير الاسم للمرة الاخيرة، وده كان مع رحيل الملك من نادي فاروق الى نادي الزمالك. رأس الزمالك المليونير واغنى اغنياء مصر واللي كان بيملك كل وسائل النقل في مصر عبد اللطيف ابو رجيلة، واتنقل الزمالك للارض الجديدة اللي احنا ماشيين جنبها دلوقتي. طبعا كلمة زمالك هي كلمة تركية الأصل، وجمع كلمة زملك وهو الكشك الخشب الصغير اللي بيقام على ضفاف الأنهار، والاسم ده جه لأن أول مقر للنادي في الجزيرة واللي أنشأ فيها محمد علي زمالك الجنود. يمكن احنا دخلنا دلوقتي من شارع جامعة الدول العربية وماشيين حوالين سور نادي الزمالك في شارع الحجاز. من اهم لاعبي الزمالك كان حسين حجازي، وزي ما قلنا هو ابو الكره المصريه واتنقل من النادي الاهلي، وعبد الرحمن فوزي وعصام بهيج وحماده امام وحسن شحاته ومحمود ابو رجيله وطه بصري وفاروق جعفر ومحمد لطيف ومحمد حسن حلمي وغيرهم كتير كتير كتير. يمكن من اهم رؤساء الزمالك بيانكي البلجيكي وحيدر باشا ومحمد شوقي وعبد الحميد الشواربي وعبد اللطيف ابو رجيله وعلوي الجزار وحسن عامر وحلمي زموره. شعار نادي الزمالك الاول كان مستوحى من علم مصر الملكيه، وكان على شكل دايره محاطه بدائره تانيه ذهبيه وعلى راسها التاج الملكي، وبعد الثوره اتغير الشعار للشكل الحالي. وقصة الفانيلا البيضاء والخطين الحمر فيها 3 روايات. الاولى انها كانت لميرزباخ المؤسس واللي كانت تعبير عن المحاكم المختلطه ساعتها. الرواية التانية بتقول ان الرمز الابيض رمز للنقاء والخطين رمز لسنة التأسيس سنة 1911. في رواية تالتة بقى بتقول ان الاهلي كان اختار اللون الاحمر من علم مصر، فالزمالك اختار الابيض والخطين الحمر اشارة للروح الرياضية مع المنافس والغريم التقليدي. مكملين طريقنا بقى كده حوالين سور نادي الزمالك، وزي ما احنا شفنا دخلنا من شوية في شارع محمود بدر الدين، وهو ده الشارع الاخير في سور او في رحلتنا النهاردة حوالين نادي الزمالك. ويمكن الحلقة النهاردة بينت لنا وزي ما احنا شفنا ان نادي الاهلي ونادي الزمالك موجودين في منطقتين من ارقى المناطق في مصر، وهما منطقة الزمالك ومنطقة المهندسين، وده طبعا كان يدل على مدى اهتمام الدولة بالناديين اصحاب الشعبية الاكبر في مصر عبر تاريخها، ويمكن هما ناديين اصحاب الشعبية الاكبر في الوطن العربي كله. مكملين بقى طريقنا برضو في شارع محمود بدر الدين، ويمكن ده الجزء الاخير من سور نادي الزمالك في رحلتنا النهاردة. والشارع اللي في وشنا ده هو شارع محور 26 يوليو اللي هنخش فيه دلوقتي، وهو طبعا اللي بيوصلنا لكوبري 15 مايو ومنه لمدينة 6 اكتوبر والطريق الدائري. دخلنا كده شارع محور 26 يوليو، واتمنى ان حلقه النهارده تكون نالت اعجابكم، ولو عجبك بقى الفيديو اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. وشكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.